معرض الشارقة الدولي للكتاب اليوم هو أول معرض تجاري دولي يعقد على مستوى العالم بعد جائحة كوفيد-19. معرض الشارقة الدولي للكتاب اليوم يؤكد قوة وإجراءات الاحترازية المقامة بدولة الإمارات، حيث وضعت 73 دولة ثقتها في دولة الإمارات. هذا اليوم إنجاز جديد يضاف للإنجازات التي حققها معرض الشارقة الدولي للكتاب كونه واحد من أهم 3 معارض على مستوى العالم، والعالم اليوم يؤكد أنه يقرأ من الشارقة. تحرص جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين على المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب لأهميته، وهو بالحق عرس ثقافي في هذه الإمارة الباسمة. ونحن سنة عن سنة ونحن نشارك في معرض الكتاب، وهذه السنة مشاركتنا مختلفة تماما عن السنوات الماضية، لأن الجناح التابع للجمعية ليس فقط لبيع الكتب وعرض الناتج الفكري للجمعية، ولكن قسمناه إلى قسمين: القسم الأول لعرض المنتج الفكري للجمعية، والثاني للقاءات الجانبية مع الناشرين، مع المؤلفين، مع دور النشر، حتى نستفيد ونتشارك في موضوع نشر التوعية القانونية في دولة الإمارات. تشارك وزارة التربية والتعليم بمنصة تعرض من خلالها المبادرات الرئيسية لوزارة التربية والتعليم، وأيضا المبادرات القرائية. للظروف الحالية بانتشار مرض كوفيد-19، حرصت الوزارة أيضا على نقل فعاليات ومبادرات المدارس ضمن شاشة افتراضية داخل منصتها. ستعرض من خلالها أكثر من 2000 مبادرة خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب، وهذه المبادرات بتكون أونلاين، وبيكون في تفاعل مع الطلبة أثناء تواجدهم داخل مدارسهم.